السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوان، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. كما شفتوا في العنوان، كيفاش غنديروا ناخدو ستاتي ديال أي صديق عندك في أي صديق عندك في واتساب؟ يعني تقدر تاخد ليه ستاتو ديالو وتحطه عندك بلا ما تطلبه منه يصيفطولك. شفت بزاف الاخوه ملي كندير شي ستاتو هكا كيطلب مني كيصيفط لي ميساج كيقول لي صيفط لي هذاك ستاتو اللي درتي، ولكن القضيه الجديده اللي دابا كاينه في واتساب بزاف اللي ما كيعرفوهاش يقدروا ياخدوها بلا ما يطلبوها مني، وحتى نتوما يعني تاخدوها بلا ما تطلبوها من اي واحد عندكم في واتساب. غندخلو هنايا مثلا كما كتشوفوا، انا خديت ندخلو هنايا مون ستاتو ديالي كما كتشوفوا، انا خديت واحد وهذا الشخص عبد اللطيف، هذا عنده ثلاثة. نشوف عنده ثلاثة ديال ستاتو، وغندخلو هذا وندخلو جوج. هذا يعني مسحته ما كيبانش، الا مسحتيه من غنجي نوريكم من بعد، غنوريكم كيفاش مسحته وما بقاش كيبان كما كتقراو هكا. نعاود نقرا ديزولي سي فيشي ميدي نيكزيست با سيغ فوتر ستوكاج، يعني مسحتو من ستوكاج داك الشيء علاش ما كيبانش. غنمشي دابا نوريكم منين فين في اللقاح. غنجيو هنايا ميزي فيشي، نضغط على ميزي فيشي. على حسابي انا عندك الدوسي ديال الواتساب في اباغاي مون اباغاي في التليفون ولا في لاكارت موان، عندي في لاكارت موان، ندخل لاكارت موان. نجيو هنايا الواتساب، نجيو هنايا هابطين الميديا، ميديا نجيو هنايا ستوري. كما كتشوفوا كاينين ثلاثة ديال هذاك، كما كتشوفوا نرجعو يعني هذا ثلاثة جوج ثلاثة، نرجعو كما كتشوفوا ها الأول الثاني الثالث. حنا غنديرو هكا، نضغطو عليها نحطو صبعنا عليها نضغطو عليها بزاف، اسمحوا لي، غنديرو بارتاجي. نجيو هنايا ستاتي ونمشي نديرو عاود تاني هذا، نحطو علينا صبعنا نضغطو حتى يعطينا هاد الكوشيو هنا المربع، نديرو بارتاجي ونضغطو عليها ونديرو من ستاتي نسيفطو. نجيو نديرو هاد الأولى عاود تاني، نضغطو عليها نديرو بارتاجي ونرجعو من ستاتي ونديروها. دابا غنجيو نتأكدو في واتساب. كما كتشوفو هادي خديتها ماشي ديالي، غتشوفو دابا فين هي، خدينا الثانية الثالثة الرابعة اللي خدينا، وهنا يوصلني هذا الفيديو. كنتمنى تدعموني بالاشتراك وتضغطوا على زر الجرس باش ديما توصلوا بالجديد، ومع السلامة.